صبري يمكن كابتن حماده والكابتن اسماعيل اكدوا على نقطه مهمه جدا، عدم الاستعجال. ما نحكمش على الناس دلوقتي، ما نحكمش على حتى الراجل كمان في بدايه موسم، سيبك من الموسم اللي فات. ارجع بالذاكره ورا، احنا في الاول تعثرنا في ماتشين جيش وبإنبي مع الراجل ده، مظبوط، وبعدين خدنا الدوري. مسانده غير طبيعيه من الاداره بشكل كبير جدا، برغم الخساره مباراتين كان من الممكن جدا الناس تقول لك تقلق، ولكن دعم الاداره له خلى في ثقه عند جمهور الزمالك بهذا الرجل، وايضا ثقه الاداره برئاسه مشرف مطره في هذا الرجل. ده يخليك انت كزملكاوي متفائل الفتره اللي جايه بوجود الصفقات المحترمه دي. ده هو جه حتى كان في قيد وكانت الدنيا صعبه جدا ساعتها. طبعا يا كابتن زي ما حضرتك بتقوله، زي ما الكابتن حماده والكابتن اسماعيل قال، الصفقات السنه دي اللي اتعملت في نادي الزمالك جت بعد وقف قيد لمده سنه. فالحقيقه فترتين يا كابتن، فترتين قيد، فترتين قيد. فالحقيقه انا شايف ان دي افضل صفقات جت في كما وكيف، يعني كميه لعيبه تقدر تساعد فيريرا في الشكل اللي بيشتغل بيه او بيلعب بيه، ايوه تقدر تساعده. فنيا هتلاقي اللعيبه اللي جت مستواها متقارب مع اللعيبه اللي هي ابطال الدوري والكاس، فاللعيبه دي داخله على لعيبه ابطال، هتخلق جو من التنافس جوه الفرقه، تقدر تطلع لك منهم 11 لعيب يمثلوا نادي الزمالك، ويبقى عندك دكه كويسه جدا، خصوصا كمان يا كابتن اسماعيل ان احنا السنه دي ممكن اللعيبه تلعب 60 مباراه، هتلعب مباريات كتيره جدا في فتره زمنيه قليله، فلازم يبقى عنده وفره كبيره جدا من اللعيبه، امكانياتهم الفنيه متقاربه سواء الدكه او اللي جوه الملعب، علشان يقدر يشتغل بصوره كويسه سواء فنيا او سلوكيا كمان، لان ممكن العدد الكبير ممكن يخلق مشاكل، يعني ممكن يعمل مشاكل جوه الفرقه، ولكن شخصيه فيريرا والمدير الفني اللي موجود عندنا هو يقدر يسيطر على اوضه اللبس، يقدر يسيطر على اللعيبه، فبالتالي الصفقات اللي جت دي كلها احنا بقى المستشار مرتضى ومجلس الاداره ولجنه الكوره وامير وكابتن اسماعيل وكابتن جمال الحقيقه عملوا المهم. الاهم دلوقتي بقى ان احنا ندخل اللعيبه دي لمستر فيريرا عشان هو اللي يتعامل معاهم بصوره فنيه جوه الملعب عشان نقدر نلاقي ناتج بعد كده. فبالتالي الصفقات 10 على 10، مجلس الاداره قدم عليه تماما في الميركاتو اللي عمله السنه دي، الباقي بقى ان احنا نبقى كره في ملعب المدير الفني واللعيبه، كلنا بقى نبقى هادينا كده بالظبط. ما نستعجلش يا كابتن طارق في دخول اللعيبه دي فنيا، لان احنا كمان يا كابتن طارق وما نستعجلش في الحكم عليهم كمان يا كابتن اسماعيل، هم لعبوا مباراه واحده ونص مباراه، يعني مش مباراه كامله. المطلوب مننا كلنا كزملكاويه يا كابتن، طالما عندنا ثقه في المدير الفني دي والمدير الفني اللي موجود وكان له شواهد السنه اللي فاتت، فتخلينا كلنا كجمهور نقعد ساكتين خالص، يبقى فيه هدوء تماما، يبقى فيه استقرار، يبقى فيه دعم للراجل، لان احنا كمان واحنا في الاستوديو الماتشات اللي جايه كلها احنا كمان هنختلف في التشكيل، لان هنلاقي لعيب هيبقى من وجهه نظر الكابتن حماده ممكن نحط واحد تاني، لان المستوى الفني اساسا متقارب بين اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي دخلت عليها. تمام.